اهلا وسهلا المتبعين ومشاهدي جريدة عبير مباشرة من مدينة الجديدة وبالضبط من امام المحكمة. معنا هاد الشابة اللي بنت الحومة ديال الياس المالكي اللي اليوم تضامن معاه، وصراحة قالت لي الياس خويا وخير سابق عليا وخير سابق على بزاف ديال الناس، قالت لي ما بغيتوش يمشي للحبس. اختي اش تعرفي على الياس؟ السلام عليكم. السلام عليكم خوات خوتي. خويا مبغيناش الياس المالكي، مبغيش ليه الحبس لحقاش. واحد الانسان ود حومتنا وتربينا معاه وضريف وكيعاون الكبير والصغير، انا وحده منهم. بعدا اي حاجه كتخصني كيعطي البنادم من غير الانسان يشوفه، فهمش ما كيبغيش يبين راسه بان انا عطيت لهذاك الانسان، انسان مزيان وكيتضامن مع واحد اخر بالصح، يعني واحد الانسان بزاف. وحنا كنتمنوا ليه الفرج يا ربي، وما بغيناش يطيح في شي موقف لحقاش هذاك السيد انسان معقول نيشان ظريف وهز شنقول لك هز امة ديال البشر، يعني اللي مشى هو ما عندناش حنا الرباح يمشي الياس بزاف. واحد الانسان واخا كيبان لكم في السوشيال ميديا بان كيدير، ولكن هو تشوفيه في الواقع انسان ظريف، انسان مثقف، فهمتي، مرضي الوالدين بزاف. والله يطلق سراحو يا ربي وتعاونوا معاه يا ستر ربي لحقاش واحد الانسان ظريف. شي ودربكم وعزيز عليه وتطلعي معاه في تيك توك. في تيك توك في اللايف، يعني واحد الانسان محترم. خرج من لك شي من لك شي بزاف، يعني بعض المرات كنكون مخنوقه كنقول لا الدنيا خايبه، ولكن هو كيبين لك الطريق الزوينه، فهمتي، يعني كيوعيك في الدماغ ديالو، يعني كيوريك شي طريق زوينه. ما كيبغيش الانسان، ما كيكره الفساد، كيكره اي حاجه، كيبغي يتعاون مع انسان درويش كامل. والله يطاق كلشي كلشي انسان اكثرية عزيز علي الناس. كيبقى واحد اللايف كان ندوزو على قبل هاد الناس اللي كينعسو الزنقة متشرد، كيقول انا كان عندي الفلوس نقدر ندير لهم بزاف ديال الحوايج. اقلب الحوز كان عاونوا بشي 5 مليون. عاون بزاف ابر في كورونا بزاف الحوايج تعاون مع الناس. والله يطلق سراحو يا ربي، وحنا بغيناهم يتعاونوا معاه يخرجوا اقرب وقت لحقاش هاد السيد ما بغيناش يتشد. يعني واحد الانسان ميمتشو حنايا كيتضامن معانا باي حاجه. تتعاون مع الناس بزاف بزاف. واحد الانسان اطيب انسان اطيب. والله يطلق سراحو يا ربي. علاش علاش شي ناس حاقدين عليك؟ ما الغيره بنادم، حيت بنادم الغيره بنادم، حيت كيشوفوه عايش احسن كيتعامل راه من طبيعه الحال. الناس الزوينه ما كيبغي حتى شي واحد. كون كان شي واحد خايب واسلوبه خايب وما عرفتش غيتضامنوا معاه، غيديروا معاه بزاف د الحوايج، فهمتش. وكنتمنى من السلطات يديروا معاه شي حاجه زوينه ويخرجوه باقرب وقت يا ربي. وشكرا.